يا طويل العمر ما الله يسلمك. ما ناخذ قلمك اللي عنده غالي. اي والله الله يسلمك. طويل عمرك الله يسلمك. لقيت حب جيبي يا الله يطول عمرك. الله يسلمك. والله رئيس بلدينك ممتاز. الله يبارك فيك. ابو حمدان عجبتني ضحكه المستشار. استاذ محمد المستشار الخاص اكيد ضحكه. لا دقيقه دقيقه قبل اعلانك يا محمد ذولي عندنا الطاوله مصابه. عندك شيء ممكن نضحك عليه؟ اي ايش اسمه؟ مساعد في كذا وجه وجهي صايم. الله يسلمك. الله يسلمك. اي والله تستاهل. اي والله ما شاء الله تبارك الله. طفيت المايك. مخالف مخالف رئيس البلدية. ايوه اضحك. انا ضحكت رئيس البلدية ضحك. لازم المواطنين لازم اكيد اكيد. عندنا مداهمة. عندنا مداهمة يا طويل العمر. قم قم في جورج قصيم دخل داخل المطعم ممنوع وكلان كرديان كرديان. اوكي الان بيجيكم خالد. رد اللبس عشان بنجيب البث لا جوا. يا نجيبها الحين. اذا انت ها قول لي عشان اقوم اوقع. سم سم الله لا يهينك. خلصنا طال عمرك. خلصنا طال عمرك. البلدية وقع على الاعلان وانتهى الموضوع. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يا طويل العمر لا انا بقوم انا بقوم. لا والله لا والله لا لا قبل الله يرحمه. يا طويل العمر الرجال خلص ايه والكتب شوف القى عليها نظره ووقع عليها اذا تسمع. باذن الله. سم الله يطول. سم السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الله لا يهينك. تفضل. تفضل. هذا اعلان حق ايش؟ هذا جويز. شو شو جويز وش عندهم؟ عندهم بناطيل جديده. يوجد بناطيل جديده في جويز. إيه. نعم. الله يرحم والدينك يعطيك العافيه ما شاء الله. نعم. انت خطاط مبدع وانا احيي فيك المهنه هذه. يستاهل. يوقع طال عمرك هنا اذا تسمح. بسم الله. الله يا طويل العمر ما شاء الله على توقيعك. الله لا يهينك. الله يعطيك العافيه. شكرا. عفوا قبل تصفق انت لما تصفق. مستشار يصفق اوقات حساسه. الان وش رايكم اعضاء مجلس الاداره خطاطنا المحترم ننتقل لجويلز نشوف ايش توكل. بسم الله. توكل الله. لحظه 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 دقيقه دقيقه. طبعا قبل كل شيء تفضل يا طويل. طبعا 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 انا عارف. السلام عليكم. شكرا. السلام عليكم. مرحبا. السلام عليكم. وصل حبيبي اعضاء البلديه. الله يسعد مساك. معك طويل طال عمرك عضو رئيس البلديه. السلام عليكم. رئيس البلديه. مستشار رئيس البلديه. مستشار الخاص. وش عندكم من جديد؟ هذا المره ما يا عبود يا حبيبي ابي الموديل ذا بس لون ثاني فيه بشكرا. هذا لا تكفى اذا في علمني الحين عشان قلت لي ان المديم يناسبني من هذا ولا لا نفس ذا لو في لون ثاني هذا بشرونا كيف لقيت الماركات والله حاجات جدا جميله الحمد لله. نبغى طال عمرك بنطلع مثل ذا ابد وانا اخوكم كل ما يحتاجونها الشباب وفروا لهم. تسلم ما شاء الله. ماركه جويلز ماركه فوق ما يعني نتكلم. نبي لون ثاني. الله يسلمك ويبارك فيك. نبي لون ثاني طبعا. لارج كبير. شوف اللارج بصفتي رئيس الحمد لله يرحمك الله بصفتي رئيس البلديه. هذا اللي لي صح وانتم مستشار خاص. هذا اكس اكس دبل اكس يرحمك الله. اذا بتاخذ شيء لا ابد المحل محلك. اذا هو قلت بجيب بعد الصلاه بعد ما تفطر مو مركز بعد ما جدا ها مو كذا حياه نجوم يمكن اكس مو كذا. ها ابوي تشوف زين يتلي قلبي. هذا الميديم مالك يقبل فيه؟ ما هذا الميديم جاهز. في لارج من ذا؟ هذا سمول. هذا سمول. لا لا من وين هذا؟ يا جويلز. سمول جويلز حبيبي. هلا. سجل اسامي الشباب اللي اخذوا ملابس لا تنسى. و ودي جويل. لحظه يا عيال اسكتوا الرئيس تكلم. اذا امكن سجل لنا اسماء الشباب وترفعها لنا على البلديه. نعم 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 عشان نوقع عليها. نعم نعم نعم. الله لا يهينك. سم طال عمرك. طال عمرك. احنا بنختار لك لبس. الله يبارك فيك. لازم يا عيال ترى افضل بلوفر هنا. اذا اخترت وخلاص افضل بلوفر هنا ذا. ها انا عندي مثله اللي يجي على المقاس ذا. شوف اخر حبتين. اي والله هذا اللون رايق فيه. زين اعطني اللون. شيء اطلق شيء في بدي لون لارج خذها عادي في بدي حبيبي. هذا اي اي عبد الله يا مدير البلديه اسمح لي بمداخله مع راشد. سم تداخل راشد حبيبي. هذه جعلك هي على لون الوجه مو على لون البدله. لا والله جعلك. شوف على شكلك يمكن شكلك ما يعجبكم صح. كلام سليم. اللون على البشره صح.
مديم مديم خذ خذ اللي يفوتك هذا قد والله انا اشكركم يا جويز انتم والله توفرون لنا ملابس زينه صدق والله يا عبودي عبود ابو العيون السود شو اسمه البنطلون ذا انت متاكد فيه لون ثاني ولا بتشوف ولا ما تدري ولا شفتك فلان هذا بطلون حلو باخذ منه لون ثاني الله يرفع قدرك اشكرك مره يا رئيس البلديه انا ما ودي اخذ الا بعد المغرب ما قادر اركز خليني اكل وش رايك نخليه يحجز لك اشياء على قدك عشان صراحه عشان ما تشوف لو تركض ضد الوحوش يا حبيبي ما غير رزقك ما تحوش اي والله الرجال بيجيكم بعد المغرب هذا مستشار رئيس البلديه لا اوصيكم تسلم تسلم يا الغالي وطبعا اعضاء مجلس البلديه انا حقيقه الله يعني الله يرفع قدرك إيه نعم الله يرفع وجهك ما تقصر والله يعطيك العافيه هلا من كثر الامر بتجيبون الحين ولا متى؟ هذا محمد يعني ودي ذي ونرجع ولا كيف؟ لا خلاص باقي لنا الحين يا خالد لا انا نار ترى الطريق زحمه ها انتبه عط نفسك طريق زحمه ما في زحمه تكهه شوف في لو تجي على دباب افضل يعني اسرع لك جايب بناطيل والله لو سمحت يا جواز شوف صديقي في البلديه لازم ياخذ اليمين الله يسلمك الله يطول عمرك لا يطول العمر عندي هذه باخذ بنطلون بس في ميديم من ذا هذا؟ اي هذا بنيل ولا بنطلون؟ هذا بنطلون ايش بجيب لك هذا شو؟ هذا لارج تبغى انت ميديم هذا كبير عليك خلاص طيب بجيب لك ها؟ بجيب لك الحين خلاص معها هذه ها؟ اي لحظة لحظة لا لا هذا 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 كويس حياكم الله حياكم الله حياكم الله جبتوا هذا كلهم ترى لفيت عليهم بس غسلوني الله يهديهم حياكم الله يا للجنوب يا جماعة على جنب ابو مرك يا منيف حبيبي يا منيف حبيبي خذ اللي تبي سعد سبيع راح اكشف لك بدله سم يا ابوي راشد ما خلى شيء قم والله في بدله زرقاء بس راحت والله بس يجيب لك مستودع زي اللي لابسها جليس تعال 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 هو بعد المغرب يروح نوصيه يجيب لنا تعال سلام مني في بزرقاء هذا شفتها لا لا الزرقاء لا ما عجبتني صراحه وش علومك وش بنطيب بنطيب وش الجديده كله جديد الله حمايا حمايا خذوا اللي تبون من امر رئيس البلديه الله الله بامر رئيس البلديه هذا بس يقول حي الله من زار وخفف حي الله من زار وخفف فهمتوا؟ يعني واحد بنطلون بقميص المحل محلكم جويلز جاء هنا وعنده الماركات العالمية ماركات عالمية ملابس جاهزة نسائي بناتي رجالي ولادي طبعا عندهم حساب على انستغرام وعلى تويتر الفرع الرئيسي أبها بجوار عسير مول فروعهم جيزان مقابل البيك الرياض الدار البيضاء مقابل بندة قريبا افتتاح اكثر واحد تقضى من جويز يا اخي كبار وين بالله لا والله اكثر منك وايل ها وايل لا تدري ليش انا تورطت تقضي يا ولد لين قلت بس يوم جيت هنا طلعت نصها ضيقه السلام عليكم السلام انت ما تشوف الموظف يناديك ولا انت ما تشوف الموظف شيء عندك وين الموظف انا ناديتني ايه ما سمعتك والله ما عاد تفضل هذا لو سمحتوا انا اعتذر منكم انا احب موظفين لذلك بدي اروح اشوف موظفي ولد انت مرات هذا يصير ابي هذه يا ابو لا كل موديل ولا انا اخاف انه يطلع منظر اعطني مديم اشوف شفت هذا البلوفر ذا انت وش عليك مديم ولا انا ولا سمول لا لا اعطني مديم اشوف المديم بس باقي لي هذا يا جويلز حبيبي باقي لي هذا لارج واللي تحت مديم واللي تحت مديم هذا اكس لي